الآن كلمة أهالي منطقة الجربوعية يلقيها علينا وعليكم الشيخ أحمد العبساوي، فليتفضل مشفوعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدءاً وقبل الكلمة نرحب بالضيوف الكرام الذين أتوا وقدموا إلينا من محافظات العراق. العراق الحبيب، عراق العطاء والخير، وتجشموا عناء السفر، أشد الترحيب. ونقول لهم ولكم جميعاً كل من حضر في هذا المهرجان أهلاً وسهلاً بكم وحياكم وبياكم، وتشرفنا بكم جميعاً. ونسأل الله بحق الولي الطاهر قدس الله نفسه الشريف الطاهرة أن يجعلنا من أهل طاعته ورضاه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمداً يفوق حمد الحامدين على نعمك التي لازلت تسبغها علينا ظاهرة وباطنة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، هكذا كان شهيدنا الصدر قدس الله نفسه الطاهرة. استمعوا جيداً، هذه الكلمة التي سوف أقولها هي مستوحاة ومزيد كلام للقائد المفدى السيد مقتدى الصدر أعزه الله بعزه. يقول سيدنا: فما كنت لأرفع عيني إلا ورأيته عابدا زاهدا أو قارئا أو كاتبا، فإذا استيقظت ليلا وجدته يتهجد. هاي درس الكل شريف والكل إنسان مؤمن ومسلم. وإن جلست من نومي فجرا وجدته ساجدا راكعا لربه شاكرا، فإني لم أجده لواجب قد ترك، أو لمحرم قد فعل، أو لمكروه قد عمل، أو لمستحب متمكن منه قد هجر. قد كان لله ذاكرا ولحبه عاشقا وله طالبا. سبحان الله. وبذكره وبذكر نبيه وآله لاهجا، فكم من شعر بذكر الله منه قد حفظ، وبمدح النبي وآله قد سمع. فإني أشهد بعد ذلك بعصمة له ثانوية، والله على ما أقوله شهيد. وهذا كلام القائد الولي الذي لا يعرفه إلا أولياء الله. فلا التقديس كثير عليه ولا المدح به كثير، فمدحي لمثله يطول. إذا أخطأنا نبهنا، وإن فعلنا الصحيح أثابنا بكلام هو أعز من الدنيا ومن فيها. يغضب في أمور يغضب في مورده ويفرح في مورده، وهو بين ذلك قوام شديد ضد الباطل مؤيد للحق، لا يفرق بين أحد منا وكأننا واحد إلا بالتقوى. بطبيعة الحال فإن أكرمكم عند الله شنو؟ أتقاكم. لم أجده لأمور الدنيا طالبا، دنيا لم أجده لأمور الدنيا طالبا، وليس لنا مسخرا،
فإن أراد شيئاً قام به بنفسه، لم يجعل منا له تابعين أو له خادمين، إلا إننا بذلك نتشرف له، نتشرف وله نتقرب. إذا مسنا الخوف كان شجاعاً، وإذا مسنا الجوع كان كريماً. وإلى طريق الحق هدانا وللصلاح سوانا، بل أكثر من ذلك، فإنه لا يتكبر على أحد فإنه لا يتكبر على أحد منا. مو أنا شيخ وأنا فلان وأنا ما أدري منو، وأنا مع احترام للمسميات اللي أنا شوية ذن هاي الفترة كلش، يعني أنا وأنا وأنا وأنا، لا، تواضع لله واسكت كما قال الشهيد الصدر قدس الله نفسه الطاهرة. زين، فكم وجدته لأعمال المنزل قائما ولواجباته عاملا، لكن كل هذا لا يلهيه عن ربه، فهو إن عارضته بصلاته غضب، أو بطهارته وعبادته غضب. الله أكبر. إذا تسمعها زين، هذه الكلمات جداً مؤلمة. وكان سبحان الله فلا يسمح لأي مخلوق أن يتعدى على علاقته مع الله، وتجده إذا وذا انقطع لربه وكأنه رفع مكاناً علياً. فإذا توضأ كان منقطعاً بالوضوء، فإذا توضأ كان منقطعا، وإن صلى كان البيت يشع نورا ووهجا، وإذا صام ملأ العالم خيرا، وإذا قرأ القرآن وجدته خاشعا، وما كان منك إلا أن تسمع همسا، لأن صوته سامع، لأنك لصوته سامع وللقرآن خاشع، وكأنك لم تسمع قرآناً من قبل. إذا أصابنا البلاء شكر، وإذا وقع الجلاء حمد. وما من مشكلة في البيت إلا حلها، وما من مصيبة إلا وهونها، والله يعلم أن وجوده للمشاكل ناقض، ونفسه بيننا للباطل داحض. فكل الخير يدينه، وكل الباطل يقصيه. نعم، هكذا سيدنا الليث الهمام، والبطل الضرغام من نسل خير الأنام، محمد وآله الكرام. نعم، 45 ساعة وقف على مسجد، على أعتاب مسجد الكوفة المعظم، قلب موازين الدهر، أخرج الناس من الظلمات إلى النور بعد أن أصابها التيه والضياع. 45 ساعة هي من مجموع الزمن الذي ألقى فيه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية خطبة جمعة في مسجد الكوفة المعظم. 45 ساعة قد لا تساوي يومين في قياس الزمن، إذا ما قلنا إن مجموع اليومين 48 ساعة، 45 ساعة وقف فيهن الدهر على أعتاب باب مسجد الكوفة المعظم، ليروي للتأريخ ملحمة انقلبت الموازين، وحولت هذه الأمة المحبطة إلى مارد يخشى سطوته الظالمون. 45 ساعة إخلاص لله جل جلاله، تعدل سنين العالمين وشهور الدهور، لأنه لا قيمة عند الله للعمل ما لم يكن خالصا لوجهه الكريم. حتى إذا أنت جاء أي واحد منك
خالص لله 100%. إذا 99 وكسور لا مو صحيح، 100% لله، كائن من كان جرد نفسك لله سبحانه وتعالى. 45 ساعة تنسمنا فيها نسمات الرسالة، وسمعنا فيها صوت الولاية، واستنشقنا فيها عبق الهداية، وذقنا فيها لذة جهاد الكلمة، كلمة الحق بوجه السلطان الجائر. 45 ساعة زأر فيها أسد كوفان، زأر فيها أسد كوفان، وما زال زئيره تتردد أصداءه لتزلزل عروش الطغاة بكل المسميات. ولهذا السبب اتفقوا واتسقوا على إخماد هذا الصوت، ولكن هيهات، فالشمس لا يحجبها غربال. 45 ساعة، طيني فكرك، خلي قلبك مع الله ومن الله وإلى الله وإلى ولي الله محمد الصدر. تجرد وفنى بالله حتى ظهر الله في جسده. 45 ساعة جاءت سريعة وذهبت سريعة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هي مزنة حملت معها مطر الرحمة الذي طهر القلوب وغسل الذنوب وأزال العيوب، فنبحها من هنا وهناك كلاب الضلال والنفاق، ظناً منهم أنها تنجاب قبل أن تفعل فعلها وتنزل غيثها. وهيهات، فإن السحاب لا يهمه نباح الكلاب. اغتنموا الفرص. قالها علي سلام الله عليه، فإنها تمر مر السحاب، وسحابة الصدر بل سحائب الصدر لا تخرج عن هذه القاعدة، غادرت هذا العالم سريعا. الله أكبر. غادرت هذا العالم سريعا، وكذا هو حال المصلحين. خلي قلبك يبكي دم. وكذا هو حال المصلحين، يأتون سريعا ويذهبون سريعا، إلا أنها ما غادرت حتى أمطرت، وما أمطرت حتى أنبتت، وما أنبتت حتى أثمرت، وما أثمرت حتى أينعت، وها هي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فال45 ساعة باختصار هي كلمة الصدر، قدس الله نفسه الطاهرة، هي كلمة الصدر، قدس الله نفسه الطاهرة، هي كلمة الصدر، قدس الله نفسه الطاهرة. هكذا وإلا فلا، وليس كل الرجال تدعى رجالا. هكذا أتى الليث الهمام والبطل الضرغام من نسل خير الأنام محمد وآله الكرام، ووجد الناس في حلك الظلام، فأخرجهم إلى بر الهداية والسلام بقدرة الواحد العلام، وملأ الدنيا خيرا وقدما للأمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته ومن أهل رضاه ومن أهل الإخلاص، وأن نكون إن شاء الله من أتباع الشهيد الصدر السعيد محمد صادق الصدر قدس سره، وأتباعا وسيوفا مشرعة. ولا تهمنا أي شيء، لا يهمنا
في التضحية والفداء والحب والعشق لقائدنا للقائد المفدى أعزه الله بعزه السيد الزعيم القائد المقتدى مقتدى الصدر أعزه الله بعزه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.